السلام عليكم. هنشوف دلوقتي مثال ازاي اكتب شفرة سي اس اس جوه الاتش تي ام ال، جوه الجزء بتاع البادي. في طريقة ان انا اكتبه في ملف خارجي او اعمل لينك بينه وبين الملف بتاع الاتش تي ام ال، وليا ان انا اعمل حاجات خاصة بالستايل واكتبها شفرة في الهيد. دلوقتي هكتبها مباشرة هنا، اقول هنا ستايل هتساوي، وبعد كده اقول له هنا انا هقول له بوردر واقول له هنا تساوي مثلا 2 بي اكس، واقول له ان هنا تبقى سوليد، وهدي له اللون اللي هو الريد، واقول له كنترول اس، الاقي ان هو يعمل لي هنا بوردر على ال H2 وهتبقى ب 2 اكس. ممكن تخليها مثلا 4 بحيث تبقى اكثر سماكة، وهتبقى نوعها سوليد واللون هيبقى ريد. ممكن تغير الريد مثلا لجرين، تقول له كنترول اس، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل دوت.